تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي فعاليات الدورة 9 من معرض سيتيسكيب أبو ظبي التي تمتد لثلاثة أيام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. يشارك في المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات العقارية الرائدة في العاصمة أبو ظبي والمنطقة حوالي 130 عارضاً من 14 دولة، ويرتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة إلى 91 شركة، منها 8 تشارك لأول مرة، وذلك للتواصل مع الآلاف من المستثمرين من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمعماريين وكبار المهنيين في مشاريع التطوير العقاري في الشرق الأوسط. وبلغت نسبة الزيادة في التسجيل المسبق لزيارة المعرض 26% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي أكبر نسبة تسجيل منذ العام 2010.